السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ البكالوريا، مرحبا بكم جميعا في قناة الأستاذ محبوس، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا. اليوم في هذا الفيديو جديد حبيت نجاوب على سؤال راه داير حالة هذه الأيامات، هبلوني التلاميذ به كل يوم الرسائل توصلني والصفحات كثيرة تداولت هذا الخبر أنه الحرب الباردة ما تطيحش في الباك. جماعة هذا السؤال صراحة حيرني. بداية العام كنتوا تهبلوا فيا نقراو الحرب الباردة مع مصطلحات الثورة، الآن هذه في نهاية السنة راحت كاملة تاع نقرا الحرب الباردة، عدتوا تقولوا ما نقراوهاش راه ما طيحش، شنو هذه الأخبار يا جماعة اللي راكم تثقوا فيها؟ وصيت أو توصيت وراني نزيد نوصي الأخبار إذا ما جاتش من الجهات الرسمية، إذا ما جاتش من وزارة التربية، إذا ما صرحش بها وزير التربية ما تصدقوهاش، هذه الصفحات تنشر مجرد إشاعات، أخبار كاذبة تأثر على التلميذ. تشوش على التلميذ، تأثر عليك سلبا، ما تديرش على هذه الأخبار، أقرأ كلش، ماذا بيك تقرأ كل وحدات، تراجع دروسك وتروح بهم للباك، إذا ما جاتكش الحرب الباردة واش راح يجيك؟ الوحدة الأولى وحدة الحرب الباردة هي أهم وحدة. طيح طيح في المواضيع يا جماعة، أخطوكم من هذه المواضيع يا جماعة، أخطوكم من هذه الصفحات، أقرأ دروسك، حاول تنقص من التليفون. وحكاية سؤال تاع نقرأ الحرب الباردة مع مصطلحات الثورة هذه راك تريسكي وراك راح تخير موضوع واحد. وهذا العام مانيش عارف لا تصلح ولا ما تصلحش، كانت تصلح في الاعوام اللي فاتوا، هذا العام وحدة حركة التحرر راه مقترحة بقوة وطاحت بنسبة كبيرة في البكالوريا التجريبي لجميع الشعب، ما تستهينوش بها راها سهلة اقراوها، راني حاط لكم الملخص نتاعها في الصفحة نتاعي الاستاذ محبوس الاجتماعيات، اقراو كلش ان شاء الله راكم رايحين تنجحون، التعب نتاعكم راه ما يخيبوش ربي، اللي يتعب راه راح ينجح، اقراو واخطوكم من هذه الاخبار. ما تنساوش تتابعونا في فيسبوك صفحة الاستاذ محبوس الاجتماعيات، الانستغرام بروف محبوس، دير اشتراك في القناة وفعل الجرس ودير اعجاب الفيديو باش يوصلك كل جديد. سلام.